السكر خلال شهر رمضان ضروري نخففه لأنه السكر بيزيد لنا الستريس. مزبوط أنه هو بيعطينا شوجر رش، بيعطينا انرجي دغري، ولكن هيدي الانرجي رح دغري ترجع تنزل، وبالتالي رح تحسسنا بالضعف الجسدي ونصير نطلب سكر أكتر ونصير ستريس أكتر. فنتجنب قد ما فينا السكر لأنه منه هيدا الكويك فيكس تبعنا.